المرسلين والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. صدق الله العظيم.